وبتنضم إلينا من مارسيليا المخرجة ميشيل كسرواني، وأيضا من العاصمة الفرنسية باريس المخرجة نويل كسرواني. أهلا بكم على شاشة القاهرة الإخبارية، وصباح جديد. يعني مبسوطين طبعا وسعداء بوجودكم معنا النهاردة، وفكرة أن أنتم تتحدثوا عن مشاكل اللي بيعاني منها اللاجئات العربيات في الغربة بالتحديد، جات لكم فكرة الفيلم منين؟ وهبدأ مع ميشيل. مرحبا، ونحن كمان مبسوطين نكون معكم اليوم. لكن فكرة الفيلم اجت من محلين، في الشق التاريخي والمعلومات يلي نحن لقيناها بالأبحاث تبعنا، وفي شق تاني اللي هو الشق الشخصي يلي هو كمان وتنتقلنا أنا ونويل من لبنان على فرنسا من كم سنة، وكل المشاعر اللي بتجي معه بحكم الوضع الاقتصادي والسياسي والاستعمار كمان الفرنسي اللي كان تاريخنا. يعني تحديدا فيلم بيحكي عن أسماء وسارة، وأنا سأذهب الآن إلى نوال. نوال، هل قصة الفيلم ممكن تكون قريبة من قصص واقعية وحقيقية سواء لكم أو لبعض الأصدقاء في الغربة؟ مرحبا. وأكيد أكيد هو مبني مثل ما ميشيل قالت من الأساس. الأساس هو من تجربة شخصية. وقت بلشنا نشتغل على الفيلم كنا أنا وميشيل بعدنا واصلين على باريس، ومن هون قررنا انه اصلا نعبر عن هيدي الحاله تبع الانتقاليه تبع العيش بين بلدين. وبهالفتره كمان تعرفنا على كثير نساء عم يقطعوا بنفس التجربه من كذا بلد من المنطقه، فمن هون اجت فكره انه ينحكى عن هذا الموضوع بطريقه انه تكون شخصيه اسماء من سوريا وشخصيه ساره من لبنان، ونشوف التفاعل بين هالشخصيتين وكيف عم يعيشوا تجربه الغربه الاغتراب. طب ميشيل، ارجع ليكي مره تانيه ونتكلم عن مده الفيلم. هو مده قصيره في مدد الافلام، 30 دقيقه، انك توصلوا الفكره وتوصلوا لهدفكم من توصيل الفكره من خلال العمل ده. ليه اخترتوا ان يكون مده العمل 30 دقيقه فقط؟ وهل في صعوبات معينه قابلتكم اثناء تحضيركم للفيلم فيما يتعلق بان انتم خلال المده دي بس ان انتم توصلوا المسج للجمهور اللي بيتابعكم؟ بالنسبة لنا الفيلم القصير هو مثل فن بحد ذاته، يعني مش ما نعمل فيلم قصير لأن ما فينا نعمل فيلم طويل. حاولنا بمدته اللي هي معك حق مش سهلة إذا بدك تتعاملي معه لأنه قصير له تحدياته، بالعكس ده بيكون أصعب. بقصة بتتناسق مع الزمن كمان تبع الفيلم، فخلطنا بقلبه وثائقي وعملنا شوية موسيقى وخلطنا أشياء ببعضها تيضل غني رغم انه قصير. فايه كان في تحدي ميشيل جديد بس كمان تحدي حلو. ذكرتي الموسيقى، يعني ميشيل ونوال، انا عارفه انه ليس العالم السينمائي فقط هو العالم اللي خطوه وحصلتوا على جائزه مهرجان برلين وهي جائزه كبيره ايضا، ولكن ايضا لكم باع طويل في الموسيقى. فكره مزج ما بين الموسيقى والفن والتمثيل لايصال رساله ما، كيف تعملان يعني على الوصول لأهداف من خلال أعمال فنية سواء كانت موسيقية أو سينمائية؟ يعني حابة أعرف إزاي بتوصلوا لفكرة مشروع، هذا هو المشروع اللي نود خوض تجربة ما فيه. أول شيء ببلش بأنه نحن عم نفكر. نوال ولا ميشيل؟ دايما في الحياه ميشيل بلشة بلشة ميشيل وبرجع بتحبوا مين اللي بيرد دايما؟ طبعا نتخانق على الهواء، كيف كمان مشكل. ابدا بنوال. حتى فكره كيف ايضا يعني تتعاملون مع المشاكل حتى اثناء التجارب السينمائيه او الفنيه. كل مرة بس بدنا نحكي عن بس بدنا نوال نبلش بدك تخبريهم عم نعمل مشاكل سوا، وبدك تخبريهم شوي عن كيف ايوه نتعامل. ايه رح قلن انه ولا مرة نحن ولا اي حقيقة نحن بس نبلش منبلش العكس، هو منبلش من شيء نحن حاسينه. بيكون في تقل معين كل مرة بنحسه، بنحس بهاللحظة نحن عايزين نعمل شيء تنعبر عنه. فوقتها يبلش اصلا من احساس واضح شو هو، منبلش نعمل مثل
بحث على شو عم نحس مزبوط، فبنسأل أصحابنا حوالينا، بنسأل ناس ما بنعرفهم، بنعمل بحث أصلا عن الموضوع نفسه، عن شو حاسين، تنقدر نحن نفهم أكتر شو الشيء اللي عم بيسبب لنا هيدا التقل، شو هن الأشياء المعقول يكونوا، نقدر نحكي عنها حتى نقدر نفسر هيدا الإحساس اللي عم بيقطع. فمن هون لحالها بتبلش تبين كيف شكل الشغل بده يكون، بده يكون أكتر موسيقى، بده يكون أطول فبيكون سينما، إذا كان في يكون بطريقة أيام بيكون رسم أو أنيميشن. ففي كذا طريقة بتجي حسب شو الموضوع، شو الإحساس اللي بدنا نعبر عنه، شو أحسن طريقة تنعبر عنه. ولأنه أسم مشاعرنا وأحاسيسنا وكل شيء بنعيشه بخصوصي بهالفترة لقد صعبة، مشرزم كتير ومختلف، يعني بنحس أشياء كتير مختلفة، فمن هيك كمان بنحس إنه نستعمل كذا شكل فني مخلوطين ببعض بيساعدنا أكتر إنه نجرب نعبر عن شو عم نعيش، عن الواقع اللي عم نعيشه يلي هو أصلاً كتير صار صعب التعبير عنه قد ما المشاكل المشرذمة عم بتكون. فهيك شوي بياخد شكل. هل كل الأعمال اللي قمتوا بيها انتوا الاتنين بتتشاركوا فيها، ولا ليكوا أعمال وتجارب منفردة كل واحدة فيكوا خاصة بعمل، ولا كل التجارب كانت مشتركة ما بينكوا ميشيل ونويل، كنتوا مشتركين في كل الأعمال أو التجارب اللي قمتوا بيها؟ مش كلهم سؤال كلهم، ميشيل. يعني نحن بلشنا بالأغاني، كل ما نعمل غنية نقول هي آخر غنية، مش إنه كنا حاسين رح ياخد وقت ورح نعمل كتير. صرنا كل سنة بنعمل غنية سوا، وكل حدا عنده مشاريع. مع الوقت بلشنا نحس إنه لا، نحن بنشتغل كتير منيح مع بعض. وهون وقت عملنا فيلم القصير تأكدنا أكتر. فهلا عم نعمل وثائق اتنيناتنا مع بعض، بس كمان كل حدا منا عنده مشاريع بين أفلام طويلة وأفلام قصيرة، وبنساعد بعض كمان. لو مشروع لإلي بتضل نويل تعطيني تعليقات أو بتنتقدني. لا ميشيل، عايزين نعرف وأنا تفاصيل زدت أكتر الشيء عن كمان. المشروع الجديد، يعني قلت لنا مجرد عنوان، لكن احنا عايزين نعرف المشروع الوثائقي، وخصوصا انه لما يكون فيلم قصير حاصل على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين، هي جائزة ليس الحصول عليها ليس سهل على الإطلاق، فبالتالي متحمسين للمشاريع الجديدة، ود معرفة لماذا وثائقي، عن ماذا، وكيف تم التعاون بينكم. نشال السؤال لأليك نوال. أيوة تفضلي ميشيل. أوكي، رح أخبركم. لكن الوثائقي اسمه هدوء على نار، مش رح كتير نحكي عنه بالتفصيل لأنه خيخد شكله المظبوط، بس هو وثائقي بيتعامل شوي مثل الأغاني اللي نحن عاملينهم بس بشكل شوي أطول، يعني هو نقد سياسي بس نفس الوقت بضل فيه شوية كمان أشياء شوي ممكن ضحك أو نقد، أشياء شوي تتخفف التقل يلي موجود بقلبه بمحل. والأفلام التانية أنا عم بشتغل على فيلم أنيميشن طويل كمان للأدلتس يعني، وفيلم كمان تصوير بيصير بلبنان، هلأ عم روح وإجي على لبنان كرمال نبلش يعني نخلص كتابته. فهول المشاريع تبعي. ونحب نوال عنده نعرف مشروع كمان كمان مشاريع حلوين. نوال، علشان نبقى عملنا التوازن ما بين مشاريع ميشيل ومشاريع نوال إليك نوال مرة أخرى. نوال معرفة هيدا العدد. أيوة، المشاريع تعملي عليها الآن تحديدا، حتى نذهب إلى نقطة أخرى وهي كيفية الحصول على الجائزة الدب الذهبي في برلين. ولكن بداية نوال، يعني المشاريع التي تعملين عليها الآن بشكل منفصل عن ميشيل. عم بشتغل على فيلمين قصار، فيلم انيميشن مبني على قصة للكاتبة اللبنانية اميلي نصر الله، وفيلم تاني كان مصور وكمان عم نرجع نحكي عنه أكتر بس يكون وقت لأنه أقرب على الفيلم ينعمل. فهيك فهول الفيلمين، كل حدا منا عنده فيلمين وعم نشتغل مع بعض على الوثائقي. طيب نويل، هل كنت تتوقع الحصول على الجائزة للعمل الأخير اللي جمع ما بينك وما بين ميشيل؟ ما توقعنا أبدا أبدا أبدا، ما توقعنا أنه نربح الجائزة أو ولا أي جائزة من الجوائز اللي ربحها الفيلم، لأنه الفيلم مثل ما كنت عم تقوله 30 دقيقة، هو وقت طويل لفيلم قصير ومنه فيلم طويل، ففي هو بين الطول تبعه شوي صعب أنه يروح يبرم بمهرجانات من وراه.